وبركاته. اهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناه النشره الطبيه، في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده هنتكلم عن دواء فلوتامين ويستخدم في علاج سرطان البروستات. ايه هي استخدامات فلوتامين، وما هو اثاره الجانبيه، وما هو تاثيره على الاغتصاب؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقتنا، فتابعوا معانا. لكن قبل ما ندخل في حلقتنا، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد. ولو عجبك الفيديو او استفدت منه بمعلومة، ما تنساش تدعمنا بلايك وعمل شير للفيديو. اول حاجة في حلقتنا هنتكلم فيها ما هي دواعي استعمال فلوتاميد. يستخدم فلوتاميد في علاج سرطان البروستاتا. ما هي موانع استخدام فلوتامين؟ يجب عدم استخدام الدواء إذا كان لديك حساسية منه. يجب عدم تناول فلوتامين من السيدات أو الأطفال. على الرغم من أن فلوتامين لا يستخدم من قبل السيدات، إلا أنه إذا تعرضت له يمكن أن يسبب هذا الدواء عيوب خلقية للجنين أثناء الحمل. أهم الحالات التي تخبر بها طبيبك قبل تناول الدواء: بالتأكد من أن فلوتاميد لن يسبب لك أي أعراض سيئة، أخبر طبيبك إذا كان لديك الآتي: مرض الكبد، نقص إنزيم وراثي يسمى نقص هيدروجين الجلوكوز 6 فوسفات، مرض الهيموغلوبين M، إذا كنت تدخن، إذا كنت تتناول أيضا مسيلات الدم. ما هي الجرعة وطريقة الاستخدام للدواء؟ بالنسبة للبالغين 250 ملي جرام كل 8 ساعات مع الطعام أو بدونه. الأطفال لا يسمح بتناوله للأطفال. جرعة كبار السن 250 ملي جرام كل 8 ساعات مع الطعام أو بدونه. يفضل أن يتم تحديد الجرعة الدوائية من قبل الطبيب المختص أو الصيدلي فقط. إيه هي الآثار الجانبية لدواء فلوتامين؟ تعالوا بينا نشوفها مع بعض. علامات رد فعل تحسسي مثل الطفح الجلدي وقشعريرة وحكة، احمرار أو تورم أو تقرحات أو تقشير الجلد مع أو بدون ارتفاع في درجة الحرارة، صفير أو ضيق في الصدر أو الحلق، صعوبة في التنفس أو البلع أو التحدث، بحة غير عادية أو تورم في الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق، دم في البول، نزيف أو آلام في المستقيم، الشعور بالتعب أو الضعف الشديد، ضيق في التنفس، تغير لون بشرة إلى أزرق أو رمادي، إسهال حاد، اضطراب في المعدة أو التقيؤ، تضخم الثديين، انخفاض الرغبة الجنسية، عدم القدرة على الانتصاب. تحذيرات حول الدواء: من الممكن أن تحدث مشاكل في الكبد سيئة للغاية أو أحيانا مميتة مع هذا الدواء. اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك علامات على مشاكل في الكبد مثل البول الداكن أو الشعور بالتعب أو عدم الجوع أو ألم المعدة أو البراز، براز الفاتح اللون أو التقيؤ أو الجلد الأصفر أو العينين. في نصف حالات مشاكل الكبد، حدثت مشاكل في الكبد في الأشهر الثلاثة الأولى من تناول هذا الدواء. عادة مشاكل الكبد إلى طبيعتها لدى بعض الناس. لا تأخذ هذا الدواء إذا كان لديك مشاكل في الكبد. تحدث مع طبيبك حول هذا الموضوع. تأثير الدواء على الحامل والمرضع: بالنسبة للحمل، لا يستخدم فلوتامين من قبل السيدات، لأنه قد يسبب هذا الدواء عيوب خلقية للجنين أثناء الحمل. الرضاعة: لا توجد دراسات كافية حول تأثيره على الرضاعة، لذا يجب عليك استشارة الطبيب أولا. ما هو سعر الدواء في السوق المصرية؟ فلوتاميد حبوب 250 ملي جرام سعره حوالي 480 جنيه مصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.